يقول معارضو نبيل عبيد أن عمليات التجميل المتكررة في الأونة الأخيرة محت كل التعابير التي يجب أن تتمتع بها أي ممثلة، وأصبح أداؤها بلاستيكي. حافظتيها للآخر. أوكي، لا بلاستيكي وبتمثل على روحها، وليا زميلة تانية يسرى بتمثل على الناس. يا جماعة ازاي بس ده، ازاي بس ده. بعدين عايزة اقولك على حاجة، هل ممكن لو انت بتطلع وعندك حاجة كده ولا كده، مش لازم بتطلع على الناس وبتشوف الناس؟ ده البنات اللي عندها 18 19 20 سنة دلوقتي ده موضة يعني. إذا كانت الرجالة، إذا كانت الرجالة بتاخد حقن، اسمها مش عايزة أقول الاسم عشان ما أقولوش ده 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 إعلان، لو الرجالة دلوقتي، فإذا أنت بتطلع قدام الناس لابد أن أنت، ده مش أنا بس، قول مين ما فيش. ده بقى هوس، عارف يعني ايه هوس؟ بس حتة البلاستيك دي هو يفهمها، اللي بيقولها او اللي هو شايفها هو يفهمها. هو قصده بركي ممكن هذا الجمود اللي حل بوجه نبيلة عبيد، لانه نبيلة عبيد اتعودنا عليها كجمهور مليئة بالحيوية وبالتعابير. يعني كل ذرة من وجهك كان لها تعبير، وكان كان يتكلم. الدور يمكن مركز في حاجة واحدة بس، اللي هي اللي ابنها فقدته وراح على لا بغض النظر عن الدور، أنا عم بحكي أنه عملية التجميل يمكن جملت ما يعني ما قسى عليه الدهر، وكلنا بالنتيجة بدنا نوصل لهذه المرحلة. لا لا لا، ده شوف، عايز أقولك على حاجة، هو له وجهة نظر بيحب يتكلم فيها دايما. طب والسن؟ انا مالي بقى مال السن؟ يعني انا دلوقتي هقول للزمن اقف يا زمن، ما تعديش عليا انا وعدي على الناس كلها، ما تعديش. هو له وجهه نظر يعني، هو ما فيش حد ما تقلش عليه في الموضوع ده، مش انا بس، عشان كده انا مش زعلانه من حاجه. لكن انا هنا الدور محدد في حاجه واحده، اللي هي تفكيرها في الولد ازاي تجيبه، فهي محددة في حاجة واحدة بس، تفكير في الولد بس اللي هو راح وفقد، وإزاي عايزة ترجعه، فهي كل ده محدد. لكن تعالى دلوقتي لو في أي حاجة تانية، طب الفيلم الأولاني اللي قبليه اللي كان هو ما فيش غير كده، طب ما دي أم وعمالة تتخانق عشان بنتها، وعمالة أول ما تلاقي في خطر على بنتها تروح داخلة وهابشة. دعينا نرجع إلى عمليات التجميل. لا أنا مش عايزة أتكلم فيها. أنت راضية؟ أنا مش عايزة أتكلم فيها. توني أنت راضية على نتيجة؟ أنا مش عايزة أتكلم فيها، لأن ده موضوع بقى مستهلك وبقى كتير الكلام فيه. ده مش عليا، ده على أي حد يعني، حتى للبرنامج. أنا مش عايزة أتكلم فيه في البرنامج، لأن ده هيبقى ده قديم، الكلام فيه قديم. احنا عايزين نتكلم في مواضيع احدث واجدد من اللي هو بيتكلم فيها دي. يعني هو ليه بيتكلم كده؟ ليه وجهه نظره كده؟ طب ليه قال على الزميله الثانيه انها بتمثل على الناس؟ احنا نتكلم في النقطتين دول اللي هم اهم. اما الموضوع الثاني، في مين ما مش ممكن يعمل، ادوس على البتاع عشان اكمل؟ لا انت مش بتكمل، انا حدوس. يلا طولنا تمديد، فاهمني؟ يعني مين ما يفكرش دلوقتي يعمل اي، هات تعالى نقعد نفكر في مين؟ لا ده يبقى ملوش حق، اللي ما يبقاش عنده حاجه وما يظبطهاش يبقى ما عندوش حق. ده في امبراطوره اول ما مسكت، اول ما جوزت الشاه، وبقت اول ما تروح يعني راحت عملت تسريحه معينه، ده في مذكراتها مكتوب الكلام ده، مش انا اللي بقول. ايوه، راحت عملت تسريحه مخصوصه لوشها، راحت عملت حاجه معينه لنفسها، مش عايزه برضو انا اتكلم، لكن دي مذكراتها، كنت بقرا مذكراتها. ده اللي بيطلع. سال حدا يعني، الله يوجه لها الصحه والله يطول بعمرها الست صباح، سال حدا هل متاثره نبيلة عبيد بصديقتها الصبوحه التي ترفض الامتثال لقدر الزمن وقدر السن؟ لا، أنا صباح سمعت منها كلمة عجباني جدا، قالت لي أنا حضنت الدنيا. عجباني قوي تعبير حضنت الدنيا، عجبني حبها كان للحياة، عجبني حبها لأنها
محبة للحياة، واحدة محبة للحياة عكس ما حد تاني استسلم وقعد في البيت. يمكن أنا أكون محبة، أنت محبة للحياة. للحياة. محبة للحياة. لما تقافي اليوم قدام المرآة كما ذكرتي في بداية البرنامج، ماذا تقولين دي نبيلة عبيد؟ لا ده سنة الحياة. اليوم لما تقافي قبال المرآة ما أقولش حاجة غير إن دي سنة الحياة، وده لابد يحصل، وده لابد يعدي، ولو أكون غير كده أبقى مش صادقة مع نفسي. لما تطلعي بوجهك بتقولي له للزمن انتصرت عليك؟ لا ما أقدرش أقول للزمن انتصرت عليك، لكن أنا اللي بحاول أكون دايماً في صورة كويسة عند الناس، تبقى ذكراني بشكل كويس بشكل حلو، ما شوفش ناس أنا شفتهم مش حابة إن أنا أشوفهم كده، أنا لا رافضة ده، أنا رافضة أكون دايما لغاية آخر لحظة أكون في نظر الناس وعند الناس بالشكل اللي أنا عايزة. إلى السؤال